أخبار المهرية باختصار. تقرير حقوقي يسجل مقتل وإصابة 12 مدنياً بانفجار ألغام ومقذوفات خلال 3 أسابيع. التقرير أشار إلى أن من الضحايا امرأة وثلاثة أطفال، وتصدرت القائمة محافظات الحديدة وتعز والبيضاء. وفاة معلم غارق بعد اضطراره للعمل بصيد الأسماك في منطقة خبر المراقشة بمحافظة أبيل. المعلم الغريق عمل لسنوات مدرسا في مديرية أحور، لكن الظروف الصعبة دفعته للبحث عن مهنة إضافية. وزارة الأوقاف تعلن اكتمال تفويج أكثر من 24,000 من الحجاج اليمنيين إلى مكة المكرمة. الحجاج وصلوا برا عبر منفذ الوديعة ومطارات عدن وسيئون والريان، كما تم تسيير 5 رحلات عبر مطار صنعاء الدولي. الفيفا يعلن استضافة الولايات المتحدة الأمريكية للنسخة الأولى من كأس العالم للأندية التي ستضم 32 فريقا. البطولة ستشكل اختبارا قبل استضافة كأس العالم للمنتخبات في العام التالي بالاشتراك مع المكسيك وكندا. الشرطة الأمريكية توقف امرأة بسبب تخليها عن حفيدتها في إحدى المطارات للحاق بطائرتها المغادرة. موظفون داخل المطار عثروا على طفلة في سن 8 وحيدة وتطلب إيجاد والديها بعد أن تركتها جدتها بشكل مفاجئ. إلى اللقاء باختصار آخر.